حبيبة الجماهير حبيبة الأطفال الصغار والأمهات البطاطس اللي شحال من مرة في كلوس معنا صنفناها في خانة النشويات ماشي في خانة الخضر كما تيظن الكثير منكم. صباح الخير سي نبيل عياشي. صباح الخير سميرة. صباح الخير السادة المستمعين وجمعة مباركة للجميع ونطلبوا إن شاء الله الله يتقبل من الجميع يا ربي أمين. البطاطس فاش نقولوا هي داخلة في خانة النشويات وماشي في الخضر هذا ما تيعنيش بأنها ما مزياناش. أكيد أكيد فالبطاطس هي تعتبر من الأغذية اللي تيعتمدوا لها بزاف ديال الأمهات وتيعتمدوا لها بزاف ديال الأبناء واستهلاكهم ليها بشكل يومي تيظنوا بأنهم تياكلوا خضر. تحيدوا لها هذيك الكولبابيليتي زعما راه خدوا الخضرة ديال اليوم. هذا خطأ. فالنشويات هي داخلة في الخانة عفوا فالبطاطس داخلة في الخانة ديال النشويات وملي تنهضروا على الخانة ديال النشويات يعني كل ما هو خبز روز بات فبالنسبه للناس اللي تياخذوا بطاطا وتيظنوا انهم كتبوا خضر فهذا خطا. فمن تجي نشوفوا القيمه الغذائيه ديال البطاطس فكاين بعض الناس يقول لك البطاطا تتغلط كذلك وهذا خطا. البطاطا تتغلط نعم ولكن الى تخدش بواحد الطريقه. فنعطيك مثال بسيط جدا. فالبطاطس هي تحتوي على تقريبا واحد 120 سعره حراريه في بطاطا. بطاطا تقريبا فيها 130 غرام 120 غرام يعني نقدروا نقولوا 100 سعره حراريه في 100 غرام. ملي تتقلى تتولي فيها 500 حتى 550 سعره حراريه في كل 100 غرام. واو يعني تتضرب في 5 المرات يعني باش نفهموا هذه المساله. البطاطا راه ما تتغلطش راه هي وقت فيه 120 سعره حراريه يعني الطريقه ديال الاكل ديال البطاطا هو اللي تخلي انها تؤدي الى زياده في الوزن. واخا الطريقه ديال الاكل ديال البطاطا الصحيه اللي نتنفعوا منها نتنفعوا من الفوائد ديالها. بعدا شنو هي الفوائد ديال البطاطا؟ نعم. لان هي من النشويات شنو هي الفوائد واش فيها شي فيتامينات فيها شي الياف فيها شي معادن بطبيعه الحال وليتي حافظه تبارك الله. وشنو بطبيعه الحال فيها الالياف ديالها بطبيعه الحال فيها كذلك نسبه مهمه ديال النشويات وككل الاغذيه النشويه فيها ما يعرف بفيتامينات الخلايا الدماغيه اللي هي فيتامينات المجموعه باء وبالتالي فالبطاطس تحتوي على نسبه مهمه من هذه الفيتامينات فيها كذلك نسبه مهمه من البروتينات تقريبا 3% ما فيهاش دهون ما فيهاش دهنيات فيها كذلك حتى هي مضادات الاكسده بالاضافه لهذا ففيها بعض المكونات الغذائيه بحال فيها شويه الحديد فيها شويه ديال البوتاسيوم فيها مزيان فيها شويه ديال النحاس ولكن يعني مفيدة اللي فيها بزاف هي خصوصا كما قلت فيتامينات المجموعه باء بالاضافه للالياف الغذائيه. فالبطاطس نعتمد لها كمصدر للطاقه ماشي كمصدر للمكونات الغذائيه الاخرى. فتناولها كمصدر للطاقه او حتى دوك الفيتامينات اللي فيها ولا حتى مضادات الاكسده اللي فيها المشكل اللي تيوقع انك انت تاخذها على شكل بطاطس مقليه كيمشيو باي باي كلشي باي باي ما تتقلقش. نقولوا سي نبيل عياشي بان البطاطا هي ملكه النشويات مثلا هو اللي خاص يدار ان الخطا اللي تنديرو هو النشويات ما خصهاش تخلط مع بعضها البعض في وجبه واحده يعني الخبز والبطاطا مثلا الخبز والبطاطا او لا كاينه مساله اخرى غندير حيت في الطاجين ديالنا مولفين تنديرو مثلا طاجين بطاطا وخيزو ولا بطاطا والزيتون ولا بطاطا والزيتون ماشي مشكل. علاش ماشي مشكل؟ لان ما تتكونش كميه كبيره ديال البطاطا ولكن تخيل معايا غدير لا بيغي وغتاكلها بالخبز. لا ماشي معقول هنا لا او لا مثلا غدير الفريت لان غتاكل كميه كبيره منه وفي نفس الوقت انت واكل الخبز بالطاجين والفريت معاه هذا خطا. لان النشويات يا اما الا غناخذ كميه كبيره من واحد الحاجه ما خصناش ناخذ نشويات اخرى او لا غناخذ شويه من هنا شويه من هنا. مثلا غناخذ الرز مع بطاطا مثلا كميه كبيره الرز مع كميه كبيره بطاطا هذا خطا. داكشي علاش العدس ولا الحمص ولا البصاره يعني كميه وحده نقسمها على جوج او لا غناخذ كميه كبيره من واحد الحاجه وحاجه اخرى ما غاديش ناخذ منها. فالبطاطس ممكن انها تخاد كيف ما شرتي عطيتينا هذا الاسبوع يعني بيغي مثلا ممكن زيت البلدي الله يخليكم جربوها وردوا علينا الخبر راه لذيذه. فهذه النقطه الاولى ممكن نديروها طاجين ما عندناش مشكل بطبيعه الحال كاين هناك مجموعه ديال الوصفات اخرى ديال بطاطا غادي نقدموا منها المعقوده ان شاء الله. نعم معقوده كذلك دائما باش نرجعوا للتقاليد ديال المغرب اللي كبرنا بها كذلك غير هي تتبقى القلي ديالها هو ما يفسدها ويفسد الصحه ويفسد كل شيء. فحاولوا ما امكن انا ما غنقولش تحيدوا ولكن غير تقللوا من البطاطا مقليه في الزيت يعني درتوها مره في الشهر ولا مره في ثلاثه السيمانات ماشي مشكل. اما باش تكون لان كاين هناك اطفال للاسف تيتناولوا يوميا البطاطس مقليه في الزيت وهذا خطا. يعني فالتناول ديال البطاطس ممكن خاصو يتخاد ولكن وهذا وقتها الان فيها بروتينات نعم فيها نسبه البروتينات والنشويات ما فيهاش الدهنيات ولكن باش نتناولوها مقليه في الزيت راه ما تنستافدوا منها حتى شي حاجه. للاشاره فقط فكاين 500 نوع من البطاطس تنمو في ارجاء العالم
العالم. ولعل اشهر انواع هذه البطاطس هي المتميزه بالقشره ديالها البنيه واللحم الابيض ديالها. حنا هنا في المغرب عندنا الحمراء والبيضاء. البيضاء تنقولوا للطياب، الحمراء هذيك اللي خارج منها العريشه شي شويه فيها النباته، تنقولوا البطاطا النباته هذيك تصلح للقلي. هذيك خصنا نغمضوا عينينا وناخذوا البيضاء باش نطيبوا بها احسن. نسلقوها نسلقوها ونديروا اللي مالا. البيضة تجي في السلق احسن. نعم احسن. كاين شي ما يتقال مازال على انا الا خرجنا من هذه الحلقه ديال اليوم بهذه النقطه هذه ديال ان البطاطا ما ناكلوهاش، ان جوج النقط، ان هي ماشي خضره نشويات، وانها نتعدوا عليها ما امكن اننا نتناولوها مقليه في الزيت. يعني غير الا فهمنا هاد جوج النقط فغنكونوا اننا حققنا واحد النقطه كبيره جدا. بطبيعه الحال الناس المصابين بداء السكري خصهم يفهموا بان البطاطس راها ماشي خضره، راها نشويات، وبالتالي فما خصهاش تخدم مع الخبز. ياخذوها يا اما هي يا اما الخبز. هنا طالب المعالج راه تيعطي النصائح في هذا الجانب هذا. فاللهم ما ناكلوهاش على اننا ناكلو شي حاجه مضره مقليه. سي نبيل هيش غادي نسولك واحد السؤال. واحد المره وانا تنتصرف في الباديه ضربتني واحد الرائحه كريهه جدا. نعم. قالوا لي حقل ديال البطاطس. نعم. تما تخلعت من البطاطا، شنو تيديروا فيها باش 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 تكبر؟ بطبيعه الحال بعض الاحيان كاين اللي تيضيف مواد اخرى، مواد كيميائيه، فهنا رائحه كريهه سي نبيل. لكن بعض المواد اللي تتعطي ربما هذيك ما عرفتش انا هذا المصدر منين غيكون جاي. ولكن شوف حنا باقي الحمد لله عندنا، باقي عندنا بطاطا طريه، باقي عندنا بطاطا طبيعيه، باقي عندنا خضار طبيعيه، باقي بالتراب ديالها افيكتيفمون الحمد لله. يعني الحمد لله باقي عندنا ميتكال في المغرب بشكل كبير. واضح. الوصفه ديال اليوم تتعتبر وصفه تقليديه وكبرنا بها حنا فاش كنا صغار كما قال سي نبيل عياشي. هي معقوده، وصفه لذيذه مزيان، وتقدر تعوض الوصفات اللي جبناهم من الخارج. وفيها مواد مغربيه، يعني تغصوب بشرموله مثلا. معقوده تنحتاجوا لها كيلو البطاطا للاشاره فقط. فالمعقوده يمكن تكون مقليه، وهنا ما غاديش يعجبوا الحال سي نبيل عياشي. يمكن تدخل الفران تصوب بحال كيكه. انا نعطيكم الطرق طريقتين بجوج ولكم الاختيار. دونك تنحتاجوا كيلو البطاطا وتنطحنوها كيف ما قلت لكم. يوم الاثنين تيظهر لي بالماكينه ديال الطحين ديال الماطيشه، ماشي بشي اله، لان تخرج مرمله لذيذه. الاله تيخرجوها مهلكه، تتولي بحال الكاوتشو. الماكينه ديال الطحين الماطيشه تتجي رائعه. دونك تنطحنوا هاد كيلو البطاطا المسلوقه، تن في اناء واحد اخر تندير واحد قبطه ديال المعدنوس. المعدنوس يكون بكثره بزايد، تنقردوه مزيان، تنديروا معاه واحد ربعه دروس ديال الثومه، معلقه صغيره ديال الكمون. الكمون عاوتاني ما خصناش نزيروا فيه بزاف لانها تمرر. تحميره بزايد، والسودانيه، السودانيه مطحونه، نشفه مطحونه، وشويه الملح. تنصبوا هذا الخليط على البطاطا وتنفقسوا عليه سته البيضات ومعلقه الطحين. ستة البيضات مع قطحين. الو هو الخليط ديالنا موجود، يبقى لكم اختيار واش تقليوه ولا تدخلوه الفران. الو باش تقليوه راه باين، تديروا به واحد خبيزات صغار وتتقليوه في الزيت. وانا سي نبيل عياشي راه ما متفقش. باش طيبوه في الفران كاين واحد الطريقه غريبه، هذه اللي تدير الوالده ديالي وهي اللي كبرنا بها، وتجي بحال الكيكه لذيذه تتقطع على في الاشاره للاشاره من بين الحوايج اللي كانوا تيتباعوا في الزنقه من غير بابوش والكبال والبلوط والهنديه وهذا الشيء كان وبطي بوهاري كانت تتباع معقوده حتى هي. بطبيعه الحال تروف هذه المعقوده في الفران. الوغ هذا الخليط هذا شنو تدير؟ الطاوه ديال الفران بحال دابا كانت تلصق، تترشوا عليها شويه الطحين، تتسخنوا واحد الكاس ديال الزيت، تتكبوه في الطاوه، عاد تتكبوا عليه هذا الخليط، هذا الخليط وتدخلوا للفران. هذا الخليط ما تيلصقش وتيشرب هذاك الزيت، لان الا لاحظتي هذاك الخليط راه ما فيهش كاع الزيت. دونك الزيت تنديروها بوحده في الطاوه، عاد باش تنزيدوا عليها الخليط وندخلوها للفران، تتولي بحال الكيكه وتتقطع، تتكون متماسكه ومجموعه لذيذه بزاف. طبعا ما ناكلوهاش مع الخبز كيف ما قال سي نبيل عياشي، وحتى الا قليناها ما ناكلوهاش مع الخبز. نحاولوا نتفاداو القلي مره ماشي مشكل، مره كراسات جلديه. نعم اكيد اكيد كليناها، ما نكذبش كليناها مقليه في الزيت، ولكن كان يمكن هو المصدر. ما كناش تنتناولوا القلي يوميا. انا علاش نهضر على القلي؟ ان للاسف ولينا تنتناولوه بشكل كبير. وتصور معايا سي نبيل عياشي هذه المعقوده في الفران، واحد
واحد اللاطه ديال الحوت. يا سلام، غذاء كامل طبيعة الحال. يا ريت نرجعوا بحال الانواع ديال الاغذيه هادي ونتهلاو في ريوسنا، نتهلاو في صحتنا وصحه وليداتنا، ونهيئوهم باش يكون عندهم مردوديه في الحياه الدراسيه ديالهم، في العمل ديالهم، وحتى في الحياه اليوميه ديالهم، لان التغذيه هي اساس الصحه بالكل. وبما ان يعني الصحه ديالنا تتبدا من التبصيل، دائما تنقولوها التبصيل ديالنا، فنعرفوا شنو تنطيبوا ونعرفوا شنو تندخلوا للجسم ديالنا. شكرا على حسن التتبع ديالكم والوفاء لبرنامج كل ووت معا. الشكر كل الشكر للخبير ميدان التغذيه سي نبيل عياشي، اللي ما تيخبش ما تيبخلش علينا لا بالنصائح لا بالمعلومات لا بالعادات الشخصيه ديالو في الاكل. شكرا لك مره اخرى. جمعه مباركه، وميعادنا يوم الاثنين المقبل باذن الله. الى اللقاء ان شاء الله.